نروح الآن إلى آخر موهبة في البرنامج. عندنا تعبت تولي لنا نوال يعقوبي وأحمد العمري والفنان معها، راح نسمعوهم هذه المرة في هذه الأغنية شابة، ونعود نولو بعد هذا الفاصل، ما تروحوش بعيد. Algérie, tu es ma vie, mon sang. Bénissez Dieu, ses fiers enfants. Si ton s'écoule rouge, blanc et vert. Dans son ciel bleu, azur, si clair. Escaladant, frère, ses hautes montagnes. Conjurons le destin. Chantons, chantons ma patrie longtemps. Chantons, chantons l'Algérie.
يعطيكم الصحة، شونتون لاجيري لونتون، يعطيكم الصحة اللي جيتونا. نبدا بك انت، هذا الصوت هذا وينك حبيت تلحقي به؟ انا 2012 وينك حبيت تلحقي بهذا الصوت هذا، بهذا الموهبة اللي عندك؟ الله يبارك. ديري الصوت، ديري الميكرو باك باش يسمعوك. حابة نطور الموهبة تاعي ونكمل في لا ميوزيك، وان شاء الله يعاونونا كيما عيسى كيما دار عيسى. الله يبارك. انت راح كيف الجامعه هذه المره؟ كيفاش الدراسه مع الموسيقى؟ صافا جاريف جيري لي دو. جيري لي دو. الله يبارك. نولي لك احمد هكذا. وي مرحبا بك. انت اللي راك انت المؤلف الموسيقي تاع عيسى؟ مؤلف موسيقي. وانت وشنو عازف برك؟ شونتور. شونتور. الله يبارك. قل لي، حبيت نعرف برك هذا لو ستيل الاغنيه بالفرنسيه على الجزائر واش وهضرنا برك في الميكرو باش يسمعوك مليح الجيري قاعد تسمع. سكو ما كانش اغنيه باتريوتيك هنا اون فرونسي. هذا عيسى خمم يخدمها اون فرونسي سي سا. وكي جا قال لك باش بور باش تطلعوا هاد لا شونسون هذه، كيفاش واش جاتك واش جاك في راسك؟ ما قلتلوش علاش وكيفاش؟ الفيلم الاول قلنا نجيو اون عرب، قال لك نو نجيو اون فرونسي نجربو. صدقت مليح. صدقت مليح. وزاد حبيت برك باش نقول باللي هذه الاغنيه راح من في عام 2012 تعتمد في المدارس باش الاطفال اللي يعودوا يحفظوها في المقرر الدراسي نتاعهم في الاناشيد. يعطيكم الصحه اللي جيتونا وسلمونا على ناس الغوا. تحيه لكم، بارك الله فيكم.